الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أجمعين وبعد فحياكم الله أيها الأحبة الكرام مع موقع شروق الإسلام نبدأ ونواصل سلسلتنا التحصينات الشرعيه تحدثنا فيما مضى عما يحصن الانسان به نفسه وقلنا ان اذكار الصباح والمساء لها من الاهميه ما لها في حفظ الانسان وصيانته من الشياطين ومن سائر اهل الشر وتعرضنا لشيء من الاذكار التي موجودة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء ولا يزال الحديث موصولا مع تلك التحصينات والأوراد الشرعية التي تعصم بها نفسك من شر الشياطين ومن شر الأشرار عامة الحصن الذي نقف معه اليوم هو حصن قرآني أو حصول قرآنية جاء في سنن الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن خبيب عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في ليله مطيره وظلمه شديده نطلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليصلي بنا او ليصلي لنا روايتان قال فادركته فقال لي قل فلم اقل شيئا ثم قال له ثانيه قل يقول فلم اقل شيئا ثم قال الثالثه قل فقلت يا رسول الله ما اقول قال صلى الله عليه وسلم قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاثا تكفيك من كل شيء هذا الحصن القراني المهم بل يكاد يكون هو اعظم انواع التحصينات أن تحصن نفسك بالمعوذات مع الإخلاص. سورة الإخلاص. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ كما في سنن الترمذي أيضا عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان. فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. كل ذلك يدلنا على عظم هذا الحصن واهميته في دفع الشر عنك. طبعا هذا الحديث عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذات اخذ بهما وترك ما سواهما قال الحافظ ابن حجر هذا لا يدل على المنع من التعوذ بغيرهما بغير المعوذات وانما يدل على الاولويه. يعني هاتان السورتان مع سوره الاخلاص لهما الاولويه في التحصين لماذا لان فيهما من التحصين والتحرز ما لا يوجد في غيرهما فاذا تاملت سوره الفلق وسوره الناس تجد انك تستعيذ فيهما او بهما من جميع انواع الشر تستعيذ بالله في سورة الفلق مثلا من شر الحسد ومن شر السحر والساحرات. تستعيذ بالله في سورة الناس من شر القرين الذي يوسوس لك. اذا فهاتان السورتان المعوذتان لهما من الاهمية في التحصين والحرز ما ليس لغيرهما. ولذلك على راس التحصينات التي ينبغي ان تكون لك وردا هي المعوذات النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن خبيب قل هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاثا تكفيك من كل شيء قال الامام الطيبي رحمه الله تكفيك من كل شيء يعني من جميع انواع السوء يعني من أول مراتب السوء إلى أعلاها ببركة هاتين السورتين المباركتين الحصن الثاني وهو أيضا من أذكار الصباح والمساء ما جاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله مرني بشيء او قل لي شيء مرني بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت. وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم حريصين على الخير. يذهب اليه يساله ماذا اقول صباحا ومساء؟ مرني بشيء اوصيني بشيء اقوله في الصباح وفي المساء. هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الخير ويحرصون على ما ينفعهم ويحرصون على ما يدفع عنهم الضر والاذى والسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، وفي رواية: وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي بكر قله اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مطجعك اذا فهذا الدعاء المبارك تقوله في الصباح مره وتقوله في المساء مره مع اذكار الصباح واذكار المساء وسنعرف فيما بعد انه ايضا من اذكار النوم تقوله اذا اتيت الى فراشك لتنام قال الامام ابن القيم رحمه الله عن هذا الدعاء عن هذا الحديث تضمن هذا الحديث الاستعاذه من الشر واسبابه وغايته هذا الدعاء تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشر ومن اسباب الشر ومن غايات الشر يفصل الامام فيقول فاسباب الشر اما من النفس او من الشيطان وغايته اما ان يعود على العامل وإما على أخيه المسلم ففي هذا الدعاء الذي تدعو به ربك وتحصل به نفسك في الصباح وفي المساء وعند النوم أنت تمتنع وتتحصن وتتحرز من الشر ومما يصل إليه الشر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. هذا أول مصدر من مصادر الشر النفس. فتستعيذ بالله رب العالمين وتتحصل من شر نفسك التي بين جنبيك إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه وفي رواية وشركه. شركه يعني وسوسته بالشرك. الشيطان يريد بوسوسته لبني آدم أن يشركوا بالله رب العالمين فتستعيد وتتحصن في هذا الدعاء من شر هذا الشرك الذي يدفعك إليه الشيطان الرواية الأخرى من شر الشيطان وشركه يعني حبائله ومصائده التي ينصبها لنا لإيقاعنا وإغوائنا وإضلالنا أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه أن أقترف على نفسي سوءا هذا السوء وهذا الضرر إما أن يعود علي الذي اكتسبته أن اقترف يعني اكتسب إثما أو سوءا أو ضرا يعود علي أو على أخي المسلم، فهو دعاء جامع شامل للتحصين ضد كل أنواع الشرور. كذلك من الأدعية المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الصباح والمساء ما ورد في سنن الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع تلك الدعوات او هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. كان يحافظ عليهن في الصباح والمساء. ماذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء الجامع ايضا؟ كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء عظيم للتحصين لمن يتعايش مع هذا الدعاء ويحرص عليه فإنه يكون في ستر وحفظ من الله سبحانه وتعالى في الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح هو فقط لا وأهله اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك في أمور دينك وأمور أخراك وأمور دنياك وأن يمحو عنك الخطايا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي ان تدفع عني البلايا والاسقام والمصائب واهلي ومالي ثم تقول اللهم استر عوراتي وامن روعاتي تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يؤمنك ان يؤمنك من من كل ما يزعجك ومن كل ما يقلقك ومن كل ما يثير فيك الفزع والخوف اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي ست جهات. تستعيذ وتتحصن بالله في هذا الدعاء المبارك بان تكون في حفظ من الله سبحانه وتعالى والا ياتيك ضرر من هذه الجهات الست. والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذه الجهات الست لان كل بليه وكل ضرر ياتي لابد وان ياتي من احدى هذه الجهات. إما أن يأتيك عن يمينك أو عن شمالك أو من فوقك أو من تحتك ولذلك كان من من قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس حينما أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم قال مما قال الله عز وجل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهذه الجهات ياتيك منها الشيطان ليضلك وليؤذيك وليوقع بك الضرر والسوء فاذا كنت محصنا بهذا الدعاء وببقيه الادعيه والاذكار والتحصينات فانك تكون في عصمه منه بل واعوذ بعظمتك تستعيذ وتتحصن بعظمه الله الكبير سبحانه وتعالى ان اغتلى من تحت قال احد الرواه يعني الخسف يعني تستعيذ بالله سبحانه وتعالى ان تغيب في باطن الأرض إذا فهو دعاء عظيم نافع يحصنك من كل هذه البلايا ومن كل هذه الشرور نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم في ستر ورعاية الله دوما وأبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم